دعونا نذهب لمشاهدة الصورة الأخرى من تكريم أيضا قادة حركة طالبان للفائزين في مسابقة كرة الصالات. 16 فريقا شاركوا في تلك المسابقة التي تمت تحت رعاية من قادة حركة طالبان، والآن هم يقومون بتكريم الفريق الفائز. مشاركة أيضا مجتمعية قوية من جانب قادة حركة طالبان من أجل النهوض بالدولة الأفغانية على كافة المستويات، وإظهار بأنه هناك حالة كبيرة من التلاحم والتكاتف مع الشباب الأفغاني في مختلف المجالات. شاهدنا تكريمهم للأبطال في رياضة الملاكمة، والآن نشاهد تكريمهم للأبطال في كرة القدم فيما يتعلق بالصالات أو الكرة الخماسية. طبعا كان هناك أحاديث كثيرة عن أنه حركة طالبان يعني ستكمم الأفواه، ستقمع الجميع، لا تود مشاهدة أي نوع من أنواع الرياضة، أيضا بأنه ستمنع كل الأعمال الدرامية، ستقوم بغلق التلفزيون والقنوات التلفزيونية. ولكن أمام حضراتكم الوضع مختلف تماما على أرض الواقع، وتلك الصور هي خير دليل على هذا الأمر.